أكيد نور، بلشنا بمحطتنا الطبية واليوم رح نحكي فيها عن مشاكل بتخص المرأة الحامل. كل امرأة مجرد ما تعرف أنه هي حامل ببلش عندها رحلة من الخوف، الترقب، الحذر، نفس الوقت أمل وألم كتير ممكن تفكر فيه بأنه هل يا ترى أنا ممكن أعمل شيء أؤذي الجنين اللي أنا حامل فيه، وكتير أسئلة ومخاوف ممكن تراودها. أكيد سلمى، يمكن من أكثر المخاوف اللي بترافق الأم خلال مرحلة الحمل هي التشوهات الجنينية، بتخاف يكون في آثار على شكل الطفل بالمستقبل صحيا ونفسيا. نعرف عن هذا الموضوع أكثر، أسباب التشوهات والوقاية، منا معنا الدكتور بسام لفلوف اختصاصي توليد وجراحة نسائية. يسعد صباحك. يسعد صباحك. كل صباح الخير. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يا حلا. يعني بداية السؤال اللي بيراود ذهن أي سيدة بتصير حامل، إنه هل يا ترى أنا ممكن ابني يعاني بسببي من تشوهات جنينية، أو ممكن أعمل أي تصرف خاطئ يؤدي لا أذية للطفل؟ خلينا نحكي عن هذا العنوان العريض اللي بيخطر ببال كل سيدة. تمام. هلا أول شيء مش عم أدخل بالتخصص بدقة ونحكي معلومات تفيد السيدات مشاهدات الحوامل بشكل عام، أول شيء يعني تبحث الأنثى عن مسؤوليتها عن حدوث التشوه ونسبة حدوث التشوه. أول شيء مسؤوليتها عن حدوث التشوه، بحب طمن كل السيدات الحوامل، أندر من النادر جدا أن تقوم الحامل بسلوك ما يؤدي إلى تشوه. يعني أندر من النادر جدا، ويمكن عم حاول أتذكر شيء ذكر بهالموضوع فما بتذكر. هلا يمكن مشان ما نقول 100% منقول أندر من النادر أنه هي تعمل سلوك يؤذي الجنين وما يؤذيها. يعني السلوك اللي بده يؤذي الجنين بده يؤذيها إلى هي قبل الجنين، وبالتالي يعني هذا الأمر أندر. يعني أخذ الدواء، هلا عندنا رهاب هون، تأخذ حبة سيتامول مثلا أو تأخذ أي مسكن أو أي حبة التهاب، فبتضل 9 شهور مرعوبة أنه أنا هذا الدواء بدي يشوه الجنين، أو أنا أكلت مثلا مادة طلع فيها تسمم استفرغت بدي ينقذ الجنين، أو لعبت رياضة أو نمت عبطني أو عملت أي سلوك أو شفت منظر بشع. كتير بيخافوا أنه إذا شفت ولد مشوه وبالتالي ممكن يجيني هيك. تخيلي الأفكار قديش بتحط حال الأنثى بحالة رعب، لأنه هي قال خايفة أو بهالمحل خايفة على ابنها. هون أنا بحب طمن، ما في سلوك، نادر جدا يكون في سلوك تمارسه الأم يؤدي إلى تشوه الجنين. الدواء مثلا يلي هو أكثر شيء ممكن يخافوا منه، الأدوية الماسخة، الأدوية المشوهة هي أدوية قليلة جدا، وهي أدوية ليست بمتناول الأنثى بشكل طبيعي. يعني ما أي دواء هو ماسخ أو مشوه، أدوية كتير قليلة، وأدوية أصلاً ما بتتوفر بالبيوت. يعني أدوية توصف لأمراض محددة وبدون روح يجيبوها. أنا أسف إذا ولو أعطاتك دكتور، بس يمكن هي ثقافة موجودة من زمان، يمكن الدراما لعبت دور كتير كبير، بيقولوا لك أول 3 شهور بالحمل الأدوية جداً بتأثر على تكوين الجنين. شو ما كان يعني، حتى يعني شو ما كان الدواء، يعني هي أي دواء لا يؤثر فيه؟ لا لا لا، مو أي دواء، نعمل الأدوية المتداولة. يعني نسبة تقريباً 90% لا تؤثر. الأدوية المتداولة بإيدنا، أدوية الجريب، أدوية الرجح، أدوية الإسهال، المسكنات، ما كلياتها مشوهة، ما أنا أدوية ماسخة. بعدين في نقطة كتير مهمة، الدواء في إله مدة تأثير. صحيح. مدة، يعني أنا بدي تأخذ هذا الدواء اللي قد يؤثر يعني إلى زمن طويل أو بكميات كبيرة. أنا بشبهها بصخرة، صخرة أنا عم أضربها بمي، وهي بتنزل المي نقطة نقطة لمدة 10 سنين بتحفر بالصخرة، أو إذا بضربها بقوة جدا بالمي بتحفر الصخرة، أما نقطتين مي ما بيعملوش. تبعتي الفكرة؟ هي نفس المي ونفس الصخرة، في طريقة للأداء، يعني لا لا كيف كيف هالمي عم تجي على الصخرة نقطة نقطة على زمن طويل جدا بتحفرها، وكمية قوية جدا من الماء بقوة بتحفرها، أما نقطتين ثلاثة عشر ما بيعملوا إيش، حبتين سيتامول ما راح يأذوا. بدها هي تضل خايفة 9 شهور إنه هذا السلوك أذى الجنين. هون في نقطة كتير مهمة، في مرحلة، المرحلة الأولى اللي هي بدنا نعتبر الأسبوعين الأوائل بالحمل، أي دواء بتاخده الأم هون بيعمل قانون بيسموه قانون كل شيء أو لا شيء. إما أنه يسقط الجنين
أو أنه ما بيتأثر أبداً. المراحل اللي بعد نوع الدواء وكمية المادة اللي أخذتها وحجم عدد الأيام هو اللي بيخلي الطبيب إلا أنه هذا الدواء قد يكون مؤثر أو ما أنه مؤثر. ما بيصير يتعيش حالة هذا الرعب. صورة شعاعية مثلاً، ممنوع صورة شعاعية، صورة لسن ما بتأثر، صورة لسن على ما بتشوجني. الأشعة، الأشعة إكس تماماً، إكس راي، مو الإيكو مثلاً، فكروا الإيكو أشعة، لا، الأشعة بدها تكون بكميات كبيرة أشعة تنظيرية لحتى تأثر على الجنين وتشوه. أما صورة شعاعية بسيطة لإيد لرجل خفنا تكون مكسورة ما بتشوه جنين. كل المراجع أكد إنه تشوه جنين. يعني ما بدنا نكون نحنا قاعدين 9 شهور وهذا منشوفه يومياً بعياداتنا. صحيح. هوس يومي إنه أنا لا أكون عملت كذا أزيت ابني. فبحط طمن الحوامل كونوا كتير هادئين، هذا الموضوع مانو بهذه السهولة. تشوهات إلى منشأين، المنشأ الأول وراثي وهذا أهم منشأ، والمنشأ الثاني خلقي. شو بقصد بخلقي؟ بلحظة القاح البيضة والنطفة في عنا مليارات المورثات يعني بدها تلتقي مع بعض التقاء تام. إذا حدث خلل بهذا الالتقاء لسبب ما يحدث تشوه. فالقضية ما لها علاقة لا بالأم ولا بسلوك ابنته، لها علاقة بشيء خارج إرادتها، يعني وراثة متوارثة من أجيال طفرة وتثبتت وانتقلت، يا أما شيء حدث أثناء القاح. هدول الشكلين الأهم لحدوث التشوه. بحبول هون المحل الأول يلي بيمنع التشوه الرحم. يعني الرحم بحد ذاته، شوف في حكمة الحياة أنا بسميها، إنه بشكل عام لتتلقح بيضة واحدة بينزل مليارات النطاف. طيب ليش هذا الحكي؟ ما واحد يصفهم بالفكرة، ليش مليارات؟ ليش ما كان القلق إنه نطفي بيضة وانتهينا؟ الهدف هي دقة الانتقاء، يعني كمان الحياة لنكون لنحن كلنا أسوياء. ليش كلنا أسوياء؟ لأنه الطبيعة الله الخالق يلي بدنا نآمن فيه أوجد كتير مصافي قبل ما يخلق الإنسان. المصفاية الأولى هي عدد النطاف الهائل يلي بينكب، المصفاية الثانية الرحم بحد ذاته. أنت بتعرفي أنه تحدث إسقاطات هائلة ما حدا بحس فيها؟ يعني الإمرأة أصلاً ما بتعرف حالها حامل، تتأخر دورة يومي عليها بتقول غبي وإجتني الدورة. هي الغبي قد تكون حمل، لكن حمل غير طبيعي رفضه الرحم. أول حدا بيكشف التشوهات هو الرحم نفسه، بيكشف الكثير من التشوهات ويسقطها. لذلك نحن بنقول دائماً الإسقاط يا جماعة ما بيخوف، الإسقاط هو حالة دفاعية. الولادة المبكرة هي حالة دفاعية، موت الجنين ضمن الرحم حالة دفاعية. بيموت جنين ضمن الرحم منبلش منتهم الأم، عملتي كذا، أكلتي كذا، ارتعبتي، مدري شو، شفتي منظر. يعني منلاقي أسباب بسيطة وغير منطقية لنجي إلا هيك سبب موت الولد. لا، هو مات لأنه فيه مشكلة، هو لو ما فيه مشكلة ما مات. يعني تخيلي ليش على الأرض في مليارات من البشر الأسوياء والتشوهات هي أندر من النادر؟ لأنه الجسم الإنسان بحد ذاته قادر يكشف هذه التشوهات ويرفضها. نعم دكتور، بدي أرجع هيك معك شوي لجملة قلتها ببداية حديثك، قلت السيدة بتحاول تعرف أنه شو سبب التشوه، هل إلى سبب فيه، وتبحث عن الأسباب. خلينا نحكي عن الأسباب. اليوم أنت قلت في عنا جزئين، الجزء الأول ممكن يكون وراثي والجزء الثاني ممكن يكون خلقي. هل في أسباب أخرى نجهلها؟ سلوكية يعني تماماً. من معرفة نجهلها لا نعلم بها، ممكن هي تؤدي إلى هذا يعني لبعض أنواع التشوه؟ أندر من النادر التعرض للأشعة الشديد جداً، بعض أنواع الأدوية اللي ممكن تكون ماسخة اللي برجع بقول ما أنا متوفرة بسهولة استخدامها. هلأ هون بدنا ندخل مثلاً بكتير، يعني في ناس مثلاً ممكن تعاني أمراض خطيرة، هل يعني مثلاً هل أمراض أمراض الأورام اللي بنعطيها مثلاً، بعض الأدوية اللي تعالج بعض الأمراض مثل الروماتيزم مثلاً، بعض أدويتها. يعني الموضوع ما بدي يدخل بتفاصيله لأنه ما بيهم العالم وصعب يتناولوه. بس دائماً المريضة وقت بتشعر إنه يستخدم الدواء قد يؤذي الجنين بتقدر تراجع طبيب، وببساطة بيقول هذا ما بيأثر، بس منتصق بهذا الكلام. يعني مو إنه ترد لا على جارتها إنه لا هذا الدواء أنا فلاني مثلاً أخذت حبة استامول طلع ابن عنده هيك. كمان هذا الموضوع إذا اتصق إنه لا إلا الطبيب ما تخافي، يعني ما تخافي. هلا هو بدي أحكي نقطة كتير مهمة مشان الوقت كمان نقدر نستفيد. نحن
فينا نكشف تشوهات وكيف نتعامل معها، وهذا مهم جدا. اول شيء قلت لك اللي بيكشف تشوهات اولا هو الرحم، بعدين تجي الاجهزه، بس احنا مش دائما قادرين نكشف كل التشوهات. يعني دائما بيجوا عائلي انه اجاهم ولد منغولي، ليش الطبيب ما عرف؟ ما بسهوله يقدر يعرف. نحن كثير عم نحاول، الطب كثير قدم خدمات على الايكو بمناظر بلقطات معينه، مثلا جزر الانف، سماكه النقره، الابهام، في كثير قيم، لكن هي ليست قيم حاسمه ولا قاطعه. الاجراء الوحيد يلي ممكن يحسم هو اجراء البزل الامنيوسي، بس هذا ما فينا كمان ندرجه للكل. بدها تكون مريضه عندها خطورات، عندها صواريخ منغولي، عندها قصه عائليه، عندها اسقاطات يعني عندها اسباب لنيجي نقول انه هي مثلا لازم نتوسع بالدراسه او نشك بالايكو. في كثير تشوهات ممكن تمرق تحت ايد طبيب وامهر انواع الاطباء وما يشوفها، ما تبين معه. بعدين مو كل التشوهات يعني نحن بنحرم، يعني احيان اذا بنحكي بالمنطق الانساني هذا المشوه بمكان ما حقه يعيش، في تشوهات لا تتوافق مع الحياه، هو اصلا بيخلق وبيموت، ما بدنا نرتعب. بتجي مريضه مثلا بحاله تشوه غير قابل للحياه وهي شهر خامس او رابع، انهي لي الحمل يا بنتي، طولي بالك، هذا حمل ما بيعيش اذا خلق ابدا. هلا انهاءه صعب، يعني اجراء عمل جراحي بهالعمر من الحمل بيأذيكي، او اجراء ولادي ممكن يمكن ما نستفيد، خليه يكبر شوي ونعمل لك اي اجراء اخر ممكن يساعدك، لا تخافي هذا ما راح يعيش. فبتضلي كثير مرعوبه كل الفترات انه بلكي عاش. في تشوهات ما بتعيش. يلي مثلا انا اخذ تشوهات بسيطه، شفت ارنب، مشاكل بالاصابع مثلا، شوهات قدم قفداء روحاء، طيب هي يعني ما لها تشوهات قاتله، ما لها مصيب وبتعيش، وهل حق، هل من المنطق انه اجهد هذا الجنين من اجل هذا التشوه؟ ما في تشوهات بسيطه ما بدنا نخاف منها. وبرجع بقول ما كلها بتنكشف، في منا بينكشف منا في صعوبة لأنه يبين، وما نلوم الطبيب أو نلوم الأسرة أو نلوم حدا أنه مرق هذا التشوه وما انكشف. حتى لو انكشف شو بكون تعملوا يا جماعة؟ بكون ترتعبوا على الفاضي يعني. طيب دكتور خلينا نحكي عن نقطة مهمة دائما بسمع، زواج الأقارب يؤدي يعني يؤدي إلى إنجاب أطفال مشوهين، هي المعلومة قديش دقيقة وفعليا قديش بتأثر بشكل كتير كبير على تكوين الجنين؟ كتير حلو هذا السؤال. زواج أقارب نحن تاريخيا كنا نرفضه كتير، هلأ بالعكس احنا زواج أقارب بيحل بعض المشاكل، يعني له فوائد وله مضار، بس فيما يتعلق بالقصة قصة الشوهات طبعا إذا في قصة عائلية زواج أقارب خطر. يعني إذا في قصة عائلية أمراض معينة، مثلا أمراض دم، أمراض انحلالية، تخلف عقلي، بلاء، في قصه ولا القرابه بتلعب دور طبعا. القرابه هون لانه في جي، يعني في سمه موجوده عند الاب او عند الام، قد يكون السمه موجوده عند اثنين كونهم اقارب، فالولد بيطلع حكما عنده هي الاشكال. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم عن ابرز النصائح اللي بتحب توجهها لكل سيده حامل بختام حديثنا لليوم، وهي ممكن تكون قلقانه او خايفه او متوتره من قصة التشوه الجنين. تم أول شيء بلا تقلقي، يعني كل الحوامل بيقلقوا من قصة التشوه وما بيناموا الليل وبيضلوا يتخيلوا مناظر، والمصيبة بيفتحوا على النت على شيء بيخوف، يعني هي بيخوفوا حالهم بيقعدوا بيرتعبوا يعني. يعني أنا بقول لها طلعي على حارتك بس شوفي كم شوه فيها، طلعي على ضيعتك على بلدك، تلاقي هي نسب قليلة جدا. ما أنا هالنسب اللي مرعبة يعني. اثنين، الطب بيقدر يخدم بهالموضوع بكثير، سواء بكشف بالمساعدة بإناء حمل ببعض الحالات، سواء بأنه هذا المشوه نفسه بيقدر يعيش، ما تخافوا منه. يعني بالأخير في نصيب بالحياة، ما بنقدر نجي نقول القضايا دائما لو نحن قادرين نحسم التشوه ننهى، بدنا نقول بلد مثلا لسنا طبيا من الطراز الرفيع، روي على بلاد الطب فيها كثير عالي المستوى نسب التشوه مثل عنا، ابدا معنا متغيره. فما بدنا هالخوف الشديد من الحاله. اكيد نتشكرك الدكتور بسام لفلوف، اخصائي جراحه وتوليد نسائيه، على وجودك معنا، ونتمنى الصحه والسلامه لكل النساء الحوامل ولا اطفالهم. اكيد شكرا كثير لك. كلكم ذوق، يعطيكم العافيه. شكرا لك.